ترى الخمسة نحكيو على مقابلة الجولة 23 للبطولة قبل ثلاثة جولات تمن نهائي هزيمة تاريخية سميتها الكلوب البارح ضد مستقبل سليمان، هي الأولى في تاريخ النادي الإفريقي. خالد الكلوب ما مازال متواجدش في الريتم، معناتها ظهر لي ديو ديبا، معناها ما فماش ماتش أوروبي بعد الكورونا، كأني ما رجعتش ليكيب كما 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 كانت قبل. يمكن بالضبط اسلام، دونك انا الحقيقه نتاع ربي معناتها من 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 بعد الكورونا ما ريتش حاجه كبيره، معناتها حتى لي ماتش اللي لعبتهم الكل، الماتش الوحيد يمكن اللي فيه شويه لعب هو ماتش تطوي وفي واحد واحد وماتش الاسبيرونس شويه، معناتها الكلوب الحقيقه نتاع ربي معناتها والله هنا خالد الناس الكل يقولوا الكلوب لعب ضد الاسبيرونس، الكلوب اكتفت بالدفاع معناها اي اي خلف ربع ساعه الاولى تكتيكمو وقفه كانت فما وقفه كانت فما حاجه كانت في الوقت اللي في الوقت اللي انت حاجتك بتضرب بوان مش الاسبيرونس كانت فما حاجه بالنسبه لي انا في الماتش هذاك ترى في حاجه مي ابار الماتش هذاك معناتها الماتش الكل الاخرين الحقيقه نتاع ربي ما ريت شيء معناتها ما فما لا 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 معناتها شدن كوره ولعب لا فما معناتها كل لا 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 تحاول باش تخلق فرص ما الكلوب تلعب وكهو تكور جوارد تلعب وكهو هذاك اش راه هذاك اش قادر راه انا في الكلوب تو سامي هذاك اش عندك في الكلوب ولا الافكتيف ليميتي معناها ولا فما اختيارات غلط لا هذاك اش عندك صح معناتها فيدي تابلومون هذاك اش عندك معناتها في النادي الافريقي اليوم معجزه انه النادي الافريقي موجود في المشهد الرياضي التونسي بالمشاكل اللي عند النادي الافريقي معجزه انه النادي الافريقي مازال يكور ويلي في البريمير مواتيه معناتها في البريمير مواتيه دو تابلو النادي الافريقي مشاكله راهو حاجه معناتها حاجه كبيره ياسر وقت تشوف الهيئه المديره نتاع النادي الافريقي وقت تشوف لاعبين في النادي الافريقي وقت تشوف جمهور معناتها قريب ينتحر في النادي الافريقي فيريتابلومون معناتها معجزه انا ما نشوف ما نجمش انا نجي بعد للنتيجه نجي لنهار الاحد نجي نهار الاحد نحل المباراه وننسى كل اللي صاير نهار السبت ونهار الجمعه ونهار الخميس والاشهر اللي قبلها والسنوات اللي قبلها واحد وكل لذا بالنسبه لي انا النادي الافريقي باش يقعد هكا مش يقعد هكا النادي الافريقي ولسنوات والظاهر هذه في النادي الافريقي معناتها مش مدور النادي الافريقي في ازمه لاعب وفي ازمه تسيير وفي ازمه ماليه وكل اذا لكن يلزم ثم الأشخاص أكثر من الإمكانيات يلزم ثم الأشخاص اللي أنهم يعيدوا النادي الإفريقي على السكة صحيحة وفي المشهد الحالي مانيش نشوف في حاجة معناتها مانيش نشوف غدا أفضل معناتها ولا بعد غد معناتها أفضل للنادي الإفريقي أنا في وقت من الأوقات كصحفي رياضي نرفض أني نحلل الجانب الفني اللي هو نتيجة لعشرين ألف حاجة وحاجة إذا نتكلموا على اللي قبل أنت معناتها تفاجئك أن النادي الإفريقي تخسر ضد سليمان به نجي وتوا كرويا تحط الجمعيات كل مع بعضهم وتلعبهم تورنوا وتحط لهم حكام نزهاء اليوم ما ثماش توا نحكي على توا ما ثماش فريق اقوى من فريق اخر في الدوري التونسي كي تطاوين كي بنقردان كي سليمان كي الشابه كي ليتوال كي الكلوب سفاكسيان كي الاسبيرانس والنتائج والمردود على الميدان يدل على هذا كان ثم انسان يقول لي العكس متاع هذايا ميسالش انا مستعد اني نسمع انيس ظهر لي حتى الميريت تاع مستقبل سليمان ما جابش نحيوا فريق ظهر لي قاعد يقدم سيزون متميزه سنه وتعب ذبح كان سياسي ظهر لي ما كانش غالط واحد الاتوال زاده شوف سلام قبل ما نحكيو يذولي الكلوب افريكان اليوم بالروندمون مش يعني كي جمعيات كل كيف كيف مش ديفيرونت لكن وضعيتها هي اصعب من الجمعيات الاخرين لكن الاسعد الدريدي اليوم حسب ما نحكيه احنا حسب ما تبدا الفنيين تبدا تنقش كل واحد منين يلوج المدرب هذا ماهيش مجامله بارك الله وفيه اللي قاعد يعمل فيه مع الكلوب والمجهود ولي فورمونتال تلعب ماتش نهار اثنين عند غريف اضرب ساعه تقنى في الملاعبيه على خاطري بجا ربي على خاطري بردخل ترام كما صار في الملعب التونسي هذا السيد هذا مسكين راه يدخل طبيب وكيني في كل بلاصه يمشي له يعني نشوفه انا ما عندوش الزهر الكلوب فوالا الكلوب وما ادراك راه تحكي على الكلوب وما ادراك تاش معناتها الكلوب افريكان ما نغزرش الكلوب تو انا ديما الكلوب تقعد في القمه لكن اليوم اللوم على شكون على الهيئه المدير الراس انا نقدي الاول وهمي الاول الهيئه المديره نتاع النادي الافريقي في عدم تجديد عقد الشماخي
شميخي اليوم كان جاي موجود في بعض المباريات راه عمل ديفيرينس راه غير، علاش تخلي الشميخي لتو انت دي خسرت انا تو اوفنسيف علي زاتولي عندك. انا مع احترامي زهير الذويدي خويا وصاحبي ونتقابل ديما انا وياه نقول له زهير اليوم موضوع النادي الافريقي انت راك عملت باركور مزيان برشا في النادي الافريقي بالحق زهير راه عطاه برشا من اللي كاليتي تاع الملعب. زهير ماذا بيه اليوم يدخل في ستاف يكون تعرف تخرج، لازمك تعرف تخرج من النادي الافريقي صابر خليفه كيف كيف اليوم راه ثم ملاعبيه في النادي الافريقي عبء ليك. نعطيني المدرب انت يعطيني كيفاش نحي الناس هذوما شكون باش تحط اليوم ماتش سليمان كما جاتش الورقه الحمراء كانت غير برشا معطيات لكن ماهوش كافي. اما الحاجه الباهي اسلام يلزمنا نقولها انه جمهور النادي الافريقي فاهم الوضعيه فاهم الطرح لعاد عصب لعاد نرفيز ما عادش ثم حتى شيء عارف اللي جمعيته هذيك حد امكانياتها ماشيين بالموسم بر الامان كان جات حاجه يا مرحبا كان ما جاتش حاجه هم من الوحيد هي هيئه المديره والتسيير المادي. اليوم تعرف جاء ان كونترا كبير كما نقولوا احنا في برشا ماديات كيفاش تصرف الهيئه المديره بال في المبلغ هذا هل باش تخلص تخطايا هل كما نقولوا احنا معناتها باش تخلص الملاعبيه. اليوم في الجامعه التونسيه مليار ونص من الملاعبيه التونسيه برك ما نحكيش على الفيفا. اليوم ثم ملاعبيه عندهم 3 4 شهور انت الملاعبيه ذوما كهيئه مديره شنو هي معزه معناتها نادي افريقي اموره خايب ويزم يربح ماتشات. انا بالنسبه لي انا نقول كما تفرج وكمحل النادي الافريقي ان شاء الله كما نقولوا احنا الموسم هذا اذا القى بلاصه كوب دافريك كوبا راب لكن الموسم يكمل الموسم باحترام خاطر اعظم اسم نادي افريقي فوق كل اعتبار لكن راهو الملاعبيه والافكتيف اللي موجود في النادي الافريقي غير كيفي باش يمشي فيه البعيد يعني راهو عادي. سليمان البارح كان خير من النادي الافريقي على جميع المستويات يعني اليوم اذا النادي الافريقي خسر مع سليمان ماهيش الافريقي خايبه سليمان خير سليمان اليوم قاعده تحضر تعرف شهريه نتاع ملاعبي في سليمان يخو في زوز ونص زوز من النص اكثر شهريه في النادي الافريقي توصل ل 20 مليون. لازمك تفهم حاجه سليم راهو التسيير المادي مهم برشا ثم استراتيجيه. أكثر انا قلت 20 مليون اكثر برشا من 20 مليون انا قلت 20 مليون باش ما نضخمش برشا يعني اليوم راهو الهيئه المديره لازم تحمل مسؤوليتها. انا تعرف خوفي اليوم شنو هي اسلام باش يحط المدرب هو كبش في ديه باش يغطيه برشا عيوب وهذاك اللي هو باش يصير ثم حملات كبيره وثم برشا نقد لسعد باش يغطيه عدم كما نقولوا احنا مسؤوليتهم تحمل مسؤوليتهم الماديه. اليوم انت ملاعبي في نادي افريقي ترى من لحد تدخل جريف ثم قدر نتاع جماعيه علاش توصل انت اليوم لمنيا باش البريباراسيون بدات مؤخر وبرشا حاجات دونك باش نعطي كلمه بعد السيمي لك الاخبار مع اسماء مدو وبعد راجعين.